حملة العداء المعلنة في فرنسا ضد الإسلام لم تمنع أبناء هذا البلد من الدخول في دين الله أفواجا، وإذا كانت الأرقام غائبة بسبب تفضيل المئات من الفرنسيين السرية في تحولهم إلى الدين الحنيف، إلا أن مسجد باريس يشهد سنويا أكثر من 400 معتنق جديد للإسلام، ساسة مثقفون ومشاهير، وفي مختلف المجالات اعتنقوا الدين الإسلامي بعد حادثة شارلي إبدو، فنجد على رأسهم السياسي ماكسيناس بوتي، وهو منتخب محلي فاز في الانتخابات المحلية الأخيرة بفرنسا من الحزب المتطرف لمارين لوبان، حيث أثار إسلامه ضجة كبيرة. المخرجة الفرنسية الشهيرة إيزابيل ماتيك هي الأخرى مباشرة بعد الأحداث سارعت إلى اعتناق الإسلام، ناشرة الخبر على حسابها بالفيسبوك بكل فخر وحب لدين التسامح، ولم تقف عند هذا الحد بل نشرت أيضا الشهادتين مشجعة كل من يرغب في اعتناق الإسلام. ملكة الراب بفرنسا ديامز التي اعتنقت هي الأخرى الإسلام في وقت سابق سمحت لأول مرة للإعلام بتصويرها وهي ترتدي الحجاب عقب صلاة الجمعة بعد حادثة شارلي إبدو لتؤكد تمسكها بالدين الحنيف. وقد فاجأت الوسط الفني الفرنسي باعتناقها للإسلام واعتزال عالم الفن والتحول للدفاع عن الفلسطينيين. سماحة الإسلام ورغم الحملات الممنهجة لتشويه صورته إلا أنه يبقى يستقطب الجميع، فهو دين الحق والسلام والتسامح.